عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شدد عضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تراستي كين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60 ألف، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شي منه قدر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بيصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على تراستي كين ب 60 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هالساج ميكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً، فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر منقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين وحيلا شي بيخطر عبالنا بده فرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا الشي مش وارد بالبيت إلا مع هالساج ميكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 112 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. كلنا منحب ناكل تابولة بس منعطى الهنفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرب البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات، وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3 أو 4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكم تحصلوا عليها ب 52 ألف ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل مجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز ب4 ألوان مختلفة، وكل لون فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، الأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة وللفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي برولان وبتحصلوا عليه ب 35 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55.
مثل ما بيقول المثل الدفع عفا، قديه بنعطي الهم بس بدنا نطلع على التخت ويكون مسقع. الكتريك بلانكت بنستعملها لتدفيلنا التخت قبل ما نطلع ننام، ما قلنا الا نحطها بالكهرباء لدقيقه قبل النوم وهي كفيله بانه تخلينا دافيين كل الليل. هالالكتريك بلانكت فيها ريموت كنترول للتحكم بالحراره وفيها 3 درجات حسب نسبة السقعة بالغرفة يلي نحن فيها، كما أنها كفيلة بإزالة الرطوبة كلياً من التخت وبتساعدنا على راحة الجسم من التعب والإرهاق اليومي، لأنها بتساعد على تنظيم الدورة الدموية وراحة العضلات والأعصاب. متوفرة بقياس المفرد والمجوز، المفرد 150 ب80 سنتيمتر ب90,000 ليرة والمجوز 160 ب140 سنتيمتر ب120,000 ليرة، وأكيد مكفولة لمدة سنة. تحصلوا عليها بمجرد الاتصال ببسالرة على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. لكن يلي حابين يخسروا وزن ويعملوا ديتوكس لجسمهم بنفس الوقت يستفيدوا من مورينجا يلي هي كمان مضاد للأكسدة ومؤخر للشيخوخة، ما قالون إلا يستعملوا مورينجاتي. المورينجا هي ثمرة شجرة المعجزات يلي معمول عليها أكثر من 900 دراسة، وكل دراسة بتأكد على فوائدها الكتيرة والطبيعية 100%، والدراسات كلها بتأكد أنه المورينجا فيها فيتامين A و E، كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، بروتيين أكثر من حيالة فواكه بعشر مرات، والأهم أنه مورينجا بتحتوي على الأمينو أسيد يلي موجودة بس باللحمة، وهيك لكل الفيجيتاريان صاروا قادرين يعودوا الأمينو أسيد يلي مش قادرين يحصلوا عليه لأنه ما بيأكلوا لحمة. مختصر مفيد المورينجا هي حارق سريع للدهون، مطري للمعدة، مقوي للضفير والشعر، منقل البشرة، مؤخر للشيخوخة ومضاد للأكسدة. هلأ صار فينا نخسر وزن ونظهر كل السموم من جسمنا ونستفيد من كل الفيتامينز الموجودين فيها. العرض هلأ على بتين مورينجا تي ب38,000، بس اتصلوا على بسالرة على 01-44-55-55 واحصلوا على مورينجا وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بسالرة على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.